نتكلموا على واحد المساله اللي ربما ماشي ربما اكيد تنطيحوا فيها كاملين. المسافه الامان، مسافه الامان راه ما كايناش غير في ما بين السيارات او يعني في الطريق، ولكن مسافه الامان راه كاينه في العلاقات الاجتماعيه ديالنا. تيخصنا ضروري استاذ الدين من نفهموا هذه المساله ونتكلموا عليها بالتفصيل هذا الصباح. مسافه الامان في علاقاتنا الاجتماعيه او مع الاشخاص اللي احنا في علاقه معهم على مدار يعني على مدار الوقت وبشكل يومي. فتبارك الله عليك أستاذة حليمة، أنك جبتي واحد المثال اللي قريب وقريب بزاف، اللي هو ما كاينش المسافة ديال الأمان غير في الطيارات. فمثلا ملي كنكونو كنسوقو الطوموبيلة ديالنا في الطريق، فكنردو البال مع السيارة اللي كتكون قدامنا وكتكون واحد المسافة ديال الأمان بيناتنا. علاش؟ لأن كل ما المسافة قربت فكيكون واحد الاحتمالية وكتكون واحد الإمكانية لحدوث حوادث الاصطدام. فهادشي اللي كيوقع حتى في العلاقات ديالتنا. فكل ما كانت العلاقات ديالتنا قريبة بواحد الدرجة كبيرة، فكيكون هناك احتمالية لوقوع المشاكل. أيضا حتى مثلا ملي كنجيو نشوفوا مثلا المدن الكبرى أو الطرق ديال المدن الكبرى، مثلا بحال الدار البيضاء في المغرب، القاهرة في مصر، بومباي في الهند، أشنو كنلقاو؟ كنلقاو هناك اكتظاظ، كنلقاو الزحام، كنلقاو الاختناق والضجيج إلى غير ذلك والتوتر. هادشي اللي كيوقع حتى لذاك الشخص اللي كتلقاه أن في العلاقات ديالو يعني الناس قابل ليه لواحد الدرجة ما كتصورش، أو أنه هو قريب للناس لواحد بواحد الدرجه كبيره وكبيره بزاف، كتلقى انه كيحس بالاختناق، وكتلقى ان الناس كيدخلوا ليه في الخصوصيه ديالته الى غير ذلك. وبالتالي فخاصنا واحد المسافه ديال الامان. هذيك المسافه اللي كنكون اللي كنعطيوها لريوسنا مع الاخر هي اللي كتحافظ لنا على العلاقات ديالنا، وهي اللي كتخلي الاخر انه يبقى مزيان، وهي اللي كتخليني انني نبقى مزيان، وهي اللي كتطول العشره، وهي اللي كتعاونها. وبالتالي ف اي شخص كتلقى عنده علاقات كثيره وعلاقات ما فيهاش مشاكل، فملي كنجيو نحللوا هذه العلاقه هذه فكنلقاو انه كيبني العلاقات ديالو على مسافه ديال الامان، ان هناك واحد المسافه ديال الامان اللي كيحطها ما بينه وما بين الناس. وملي كنحطوا هذه المسافه هذه فكتبقى العلاقات ديالتنا فيها واحد النوع من الاريحيه. اييه، وكاين ربما اللي غيطرح السؤال مثلا يقول لك اسيدي انا اقرب المقربين ديالي هي جارتي في المثال، وحنا تنعرفوا بان الجاره راه الدار حدا الدار، والانسان ضروري مثلا ما غادي يصادف الانسان بشكل يومي. فهنا احنا تنشوفوا يعني امثله كثيره ديال الناس مثلا اللي تيكون مثلا واحد الصحبه جايه وناشئه من الجوره. فهنا بغينا نعطيو غير مثال معاك سي عز الدين، كيفاش نجريو اولا كيفاش كيفاش نتعاملوا مع هاد النوعيه ديال العلاقات ملي تيكون الشخص قريب لينا ومفروض علينا وعزيز علينا، ولكن مع ذلك تيخصنا نخليو هاد المسافه ديال الامان. فمن كنقولوا اننا خاصنا نديروا واحد المسافه ديال الامان، فهذا ما كيعنيش ان خاصنا نكونوا انعزاليين او اننا ما نكونوش اجتماعيين او اننا غادي نكونوا ماشي شعبيين، بل على العكس. هكاك باش نفهموا مزيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الجار، فوسط على الجار درجة ديال ان البعض ظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يورث الجار. بل اكثر من هذا، فحتى في المثل التاريخي ديالنا كنقولوا سول على الجار قبل من الدار. احنا 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 اجتماعيين بالطبع ديالنا، الانسان ما يمكنليش انه غادي يعيش وحده، غير هو اشنو خاصو يدير؟ خاصو يدير حدود في العلاقات ديالو، نتعامل مع الجار، ولكن الجار ما بحقوش انه يتدخل مثلا في الخصوصيه ديالي. مثلا ان المشاكل الزوجيه اللي كتكون مثلا ما بين الزوج والزوجه ما خاصهمش انهم يخرجوا من الدار، ما خاصش مثلا ان الجار او الجاره يعرفوا الاسرار ديال الدار ديالي، طريقه التربيه ديال الابناء ديالي، ما خاصش ان الجار يدخل معايا ويربي معايا الابناء ديالي، كنربيهم بالطريقه ديالتي انا، وهكذا. فانا كنكون اجتماعي، كنتعامل مع الناس، ولكن كاين شي حوايج اللي كن
كنحط واحد الحدود حمراء اللي ما كنخلي حتى واحد انه يتجاوزو، زائد ان هناك واحد كنسميوها بواحد المساحه ديال الخصوصيه. فكنتعامل مع الجيران، ولكن كاين واحد الوقت اللي خاصني نقضي انا والزوجه ديالتي مثلا، ما خاش هذا الوقت هذا يشاركني فيه شي واحد اخر. كاين واحد الوقت اللي خاصني نقضي انا مثلا انا والعائله ديالي، انا والابناء ديالي، ما خاش شي واحد مثلا من الجيران انه يشاركني في هذا الوقت هذا. هادشي اللي كاين. فمن كنقول واحد المساحه ديال الامان، فما كاينش اننا نفتو على ريوسنا، ما كاينش اننا نعزو. بالعكس، خاص يكون انسان اجتماعي، خاصو يكون شعبي، ولكن خاصو واحد المسافه، وخاصو واحد الوقت للذات ديالو، واحد الوقت للاسره ديالو، واحد الوقت للناس اللي قرابين ليه، واحد الوقت للجيران والاصدقاء الى غير ذلك. وبالتالي فحتى العلاقه ديالته مع الناس كتكون بشكل واعي، ماشي ان خاصو انه يكون متاح في جميع الاوقات ولجميع الناس. بالعكس، خاصو يدير واحد الوقت لراسو، وخاصو ان واحد المساحه ديال الحريه، ولا واحد المساحه للاشياء الخصوصيه ديالته هو. نعم، كم جميل. واكيد باش الانسان يكون عنده اصدقاء، ماشي نقولوا كثر، ولكن باش يكون عنده اصدقاء ودوم الصداقه، ضروري ما نخليو هاد مسافه الامان اللي حنا كنتكلموا عليها اليوم مع ضيفي سي عز الدين البشراوي. فاكيد الصداقه مهمه جدا استاذ عز الدين. العلاقات ديالنا الاجتماعيه، سواء غير المعارف كيف ما تنقولوا، او لا الصداقات اللي هي مقربه، ضروريه. احنا بطبعنا تنحتاجوا دائما لشي حد اللي سمعنا، شي حد اللي فهمنا، شي حد اللي نشاركوا معاه الحياه بصفه عامه. فمسافه الامان استاذ عز الدين مهمه، وخاصنا نوعوا بهذه المساله. وداك الاحتكاك بزاف، وداك الانسان اللي دائما متاح استاذ عز الدين، اللي ما تيقدرش يقول لا، اكيد دائما العلاقه كتسالي في نهايه المطاف بمشاكل كثيره. بطبيعة الحال فالأصدقاء ضروريين، أيضا المعارف هما ضروريين، ولكن خاصني أنني نعرف نختار الأصدقاء ديالي. ماشي كلشي أصدقاء، هناك أصدقاء، هناك معارف، هناك زملاء، يعني وهنا حتى الأصدقاء اللي غادي نختارهم فبتدرج. للأسف فبعض الناس، وهذه ملاحظة كلحظة، فكتلقى مثلا واحد الشخص بمجرد أنه تعرف عليه، مجرد أنه ارتاح لك، مجرد أنه جلس معك مرة أو لا جوج، كيبدا كيحكي لك في الاسرار ديال الدار ديالو، الاسرار ديالو مع العائله ديالو. وبالتالي فهاد الشخص هذا فانه يعني حرق المراحل. فمثلا فانا من كنرتاح لواحد الشخص، فانني خاصني نبدا نتقرب منه بشويه بشويه، باش ما نحرقش هذيك المسافه ديال الامان. والله سبحانه وتعالى فاعطانا مجموعه ديال الرسائل المشفره، فقط لو اننا تدبرنا وتفكرنا غادي نفهموا الحكمه من هاد الحياه هذه. فمثلا من كنلقاو مثلا القمر اللي يعني شعراء كيستعملوه في القصائد الشعريه، يعني ايضا الفنانين كيستخدموه وكيغنيو عليه، ايضا حتى مثلا الزوج ملي كيبغي يتغزل في الجمال ديال الزوجه ديالو كيستعمل يعني القمر. فالقمر اللي كيعجبنا كيعجبنا وحنا كنشوفوا في السطح ديالنا، اولا وحنا مقابلين مثلا مع البحر والمنظر ديال القمر الى غير ذلك. ولكن هذا القمر هذا اللي كيعجبنا، فإلى قربنا منه فاشنو غادي نلقاه؟ غادي نلقاه واحد الكوكب اللي فيه واحد المجموعه كبيره ديال الصفر، بالدرجه كانك كتشوف بغريره، يعني ماشي شي حاجه اللي كتعجب. الا حطينا رجلنا عليه ما غاديش يعجبنا. اشنو غادي نلقاه؟ غادي نلقاه واحد الكويكب اللي غير فيه الحجر، ايضا ما غاديش نقدروا نعيشوا فيه. كذا هو المثال، حتى البحر من كنوقفوا قدامه فهو كيعطينا واحد الجو رومانسي الى غير ذلك، ولكن قليل فينا اللي كيبغي يدخل للداخل. علاش؟ باش انك تدخل للبحر خاصك تكون عوام، وخاصك تكون بحار، وما غاديش نقدر حتى على الغوكان اللي فيه الى غير ذلك. حتى الجبل كيعجبنا نشوفه فيه من البعيد، ولكن قليل اللي غادي يبغي انه يطلع للجبل. علاش؟ لانك باش تطلع ليه كاين واحد المشقه، كاين واحد التعب الى غير ذلك. نعم، هي صحيحه استاذ. الحاجه ملي كنقربوا لها بزاف كتفقد الجماليه ديالها. كذلك هو مثال، يعني يقاس هذا على كذلك العلاقات ديالنا. فطبيعة الحال فبزاف ديال العلاقات، فمن الافضل اننا ما نقربوش بزاف، كنخليو واحد المسافه ديال الامان باش الاخر يبقى يبان لينا مزيان، وحتى حنا ما نطلعوش في الراس. لاننا حنا بالدارجه، هناك واحد المثل دارجي قديم تيقول زر غبا
تزداد حبا. يعني كيف ما كنتي في الانسان يعني يعني هكاك يعني الى كثرتي بزاف فالانسان كيف قد هذيك الهيبه ديالته، فمن الافضل انه يتقال عليك ان بغينا واحد ما كرهناش غير واحد السويع مع فلان اللي ما عندوش واحد الوقت على اساس نمشيو نجلسوا مع فلان راه عنده غير الوقت خاوي. فهنا حتى انا الانسان ما كيكون متاح في جميع الاوقات فحتى القيمه ديالته كتنقص، ما كيبقاش بنفس القيمه. اما مثلا الانسان ما كيعطي لراسو واحد القيمه وما كيكونش متاح في جميع الاوقات وكيعطي لراسو واحد المساحه فهنا كيعطي قيمه لراسو. زائد واحد الحاجه ان الانسان محتاج واحد المساحه خاصه ليه. فمثلا الى رجعنا بالذاكره الى الطفوله، من كنا في المدرسه كنلقاو اننا جالسين في الطاوله والطاوله كنقسموها على جوج، والطفل كي انا التلميذ كيتخاصم مع التلميذ اللي حداه، لا راك دخلتي ليا المنطقه ديالتي الى غير ذلك. بل اكثر من هذا حتى في الكائنات، فمثلا الكلب عزكم الله من كينطح فهو ما كينطحش حقاش انه باغي يعضك ولا شي حاجه، وانما هو راسم واحد الحدود ديالو في العقل ديالو. فمن كتجاوز هذيك الحدود فهو كيدافع على هذيك المنطقه ديالته بالنباح وهكذا. وبالتالي فاي انسان عنده واحد المساحه خاصه ديالته، هذه المساحه الخاصه ديالته الا كانت متاحه للجميع فالداخل ديالو غادي يحس براسو انه مرتاح، وباش انه يحس بالراحه خاص هذيك المنطقه ديال الامان انه يحافظ عليها، وخاصو يعطي لراسو واحد المساحه ديال الامان. هذا الشيء بطبيعه الحال استاذ، واخا الانسان تيكون عزيز علينا واخا تنكونوا في احتياج لذاك الشخص مثلا او لذوك الاشخاص، تيخصنا نتعلموا نفرضوا هذه المسافه ديال الامان. واخا سؤالي غادي نعكسو استاذ عز الدين، ملي تيكون عندنا الشخص هو اللي كيتصل بك دائما وهو اللي كيدير محاولات بشكل يومي باش يتلاقاك باش يشوفك اولا باش يهضر معك، فهنا كيفاش حنا خاصنا نتصرفوا؟ وحنا بطبيعه الحال كنزيد نسطر على هذه المساله، كاين المعزه وكاين الصداقه، ولكن كاين طرف تيقول انا خصني نخلي مسافه الامان، وكاين طرف اخر اللي هو دائما تياخذ كما تنقولوا الانيسياتيف او تياخذ المبادره. فمثلا انا كاين واحد الشخص اللي كيعزني وكيقدرني وكيعطيني واحد القيمه، ولكن هاد الشخص هذا ف كيحتاجني بزاف اولا كيعيط لي كل ساعه فكيفاش انني غادي نتعامل معاه؟ غادي نتعامل معاه بالحوار، غادي نهضر معاه، غادي نفهمه ان مثلا انا ما غاديش نكون متاح في جميع الاوقات، ماشي لانني انا كنتهرب منك، وانما عندي واحد الحياه خاصه، عندي عمل الى غير ذلك، والافضل من انني نبقى معاك واحد 24 ساعه كامله، فمن الافضل انني نغيب واحد المده باش انني نتشوق ليك، باش المره الجايه من غادي نتلاقى انا وياك كيكون هناك واحد الحماس، يكون واحد التشويق الى غير ذلك. ولكن كاين استاذ اللي كيفهم هذه المساله بانك بحال يعني بغيتي كما تنقولوا بالدارجه بحال بغيتي تصدروا. للاسف للاسف يعني كاين بزاف، انا قلتها هكا بالدارجه لان هذا هو المصطلح اللي تنستعمله. مثلا ملي تجي عند الانسان وتتفهموا يعني الامور كيف ما عفوا كيف ما شرحتيها استاذ عز الدين، تيقول لك بغيتي تصدرني. فللاسف يعني مجموعه ديال الناس تفهموها هكذا. ولكن فمثلا هاد الشخص هذا اللي غادي يجي عندي مثلا وغادي يطلبني باش انه يتلاقى معايا في واحد الوقيته، هذيك الوقيته انا مثلا عندي واحد العمل هذاك الوقت، فانا مثلا عندي واحد الحاجه خاصني ضروري انني نديرها، فغادي نعتذر منه، ولكن في نفس الوقت فانا كنحدد معاه موعد اخر في بلاصه احسن. وبالتالي فانت بغيتي الوقت، انا ان شاء الله غادي نوفر لك الوقت والجوده ديال الوقت في البلاصه اللي انت باغيها الى غير ذلك. يعني مثلا انت باغيني غير انني نجلس انا وياك وغير نهضروا الى غير ذلك، انا غنعتذر منك الان، ولكن راه المره الجايه مي غادي نتلاقى انا وياك، غادي نتلاقاو في البلاصه اللي باغيها انت، مع مثلا الى كان شخص كتكون كتعرفه كتعرف اشنو كيبغي واشنو كيفضل، فكتحضر له هذاك الشيء اللي كيبغي، فكيفهم هذه النقطه هذه، كيفهم باللي راه في الاوقات اللي كنغيب فيها فانا ما كنغيبش حقاش انني كيف ما كنقولوا بالدارجه باغي نصدرك، وانما باش انني حتى انا نشحن الذات ديالي، لان بزاف ديال الناس ما كيفهموش هذه النقطه هذه. وهنا كنهضر خاصه في العلاقه ديال الزوجات مع الازواج. فالرجل كيف ما كان عنده واحد الوقيته اللي خاصو يبقى فيها وحده،
عنده واحد الوقت اللي كيبغي انه خاصو يبقى وحده كيديشارج من الطاقه السلبيه وكيعاود يشحن الذات ديالو بالطاقه الايجابيه فكيفكر. وبالتالي فمن الافضل انه ياخذ هذيك المساحه ديالته باش انه يتشحن مره اخرى باش مين يجي عندك المره الجايه يكون مثير ماشي غادي يكون ممل. فالشخص مثلا ملي كنقضيو معاه واحد الوقت طويل نعم فالهضره كتقادى كلشي كيسال هي الهضره كتقادى والحماس كيتقل نعم وكندخلوا في الروتين وكندخلوا في الروتين ولكن الانسان ملي كيبقى كيحضر وكيغيب فكيحضر مع الشوق ايضا العلاقه تتجدد وهكذا. هذه من هذه الناحيه. من ناحيه أخرى فخصنا نعرفوا واحد الحاجة فحتى هذاك الشخص اللي كيبغي أنه يبقى مع ذاك الشخص 24 ساعة وكيبغي يكون حاضر معه في جميع الأوقات خاصو يعرف أنه راه كيخنق الآخر والآخر من كيتخنق فهو كيهرب. ففي بعض المرات من كيقول لي اسمح لي أو لا كيقطع عليه أو لا ما كيهضرش معاه فماشي كيفطرو كيهرب منه وكيهرب منه ما كيهنيش أنه ما كيبغيش ما كيهنيش أنه راه ما عزيزش عليه ولكن أي شخص كيف ما كان فهو محتاج لواحد المساحه ديال الراحه محتاج واحد المساحه. مثلا غادي نهضروا على العلاقات الزوجيه فعادي جدا ان الزوج او الزوجه مثلا الزوج خاصو واحد الوقت اللي يديفوله مع الاصدقاء ديالو او اللي بقى جالس غير وحده وحتى الزوجه انها تمشي تجلس مع الاصدقاء ديالها تشوف العائله ديالها الى غير ذلك. ولكن ملي كنولي كنفرض على واحد الشخص انه يبقى معايا 24 ساعه على 24 ساعه فهنا اشنو كيوقع؟ كتوقع داك الاختناق. الانسان كيحس براسو انه مخنوق كيولي باغي يهرب وكيولي كيحس براسو انه ممتلك انه ما بقاش كيان ما بقاش انسان ما بقاش ديال راسو ما بقاش ديال راسو كيحس براسو كانه ولا شيء يعني ماده اللي الاخر كيتحكم فيها كيف ما بغى والاخر كيمتلكها. وبالتالي فباش تبقى العلاقه مزيانه وتبقى متجدده فكل واحد خاصو انه تكون عنده واحد المساحه. تكلمنا مثلا ما بين الازواج نتكلموا حتى مثلا العلاقه ديال الام مع الابناء لان العلاقه اللي كيكون فيها هناك تعلق فتقريبا هي العلاقه اللي كتكون ما بين الزوجه والزوج والزوج مع الزوجه والام مع الابناء ديالها. الام ديما كتكون كاين واحد التعلق مع الابناء ديالها. فهنا رساله كنوجهوها للامهات فاعطيوا واحد المساحه ديال الحريه للابناء ديالكم. علاش؟ لان هذيك المساحه ديال الحريه هذيك هي المساحه اللي كيبني فيها الشخصيه ديالته وهذيك هي المساحه اللي كيستقل بالشخصيه ديالته. اما مثلا ان الابن ديالك ولا البنت ديالك ديما غتبقى معاك فما غاديش تلقى الوقت باش انها غادا تكون الشخصيه ديالتها وما غاديش تلقى الوقت باش انها تكون عندها واحد الشخصيه مستقله. وبالتالي فما تصدميش الى كان الابن ديالك في السن ديالو 30 سنه او لا حتى 40 سنه وما عندوش شخصيه وهو شخص اتكالي وما كيعرفش ياخذ قرارات الى غير ذلك. علاش؟ لان كيف في السنوات الاولى ما عطيتيش واحد الحريه واحد المساحه اللي غادي يتصرف فيها كيف ما خاصو يتصرف بها. نعم اكيد. يعني من المهم جدا ان هاد النقاط كاملين اللي تكلمنا عليهم استاذ عز الدين ضروريين ما يكونوا في التربيه ويكونوا من طبيعه الحال في النشاه ديال الشخصيه ديال كل انسان فينا. لان كثير من القيم وكثير من السلوكات كتتغرس فينا سواء سلوكات اللي هي سلبيه او لا ايجابيه كتغرس فينا بشكل غير مباشر بلا ما كنعيقوا حتى كنوليو تنطبقوهم في الحياه اليوميه ديالنا وفي العلاقات اللي كتجمعنا بالاشخاص اللي تنعرفوهم في الحياه ديالنا. فترك مسافه الامان شي حاجه اللي هي مهمه جدا دائما مهما كانت المعزه كبيره مهما كانت علاقتنا قويه وطيده بعض الاشخاص ضروري من تعلموا نخليو مسافه الامان باش بالمحبه ديالنا راه تيخصنا نخليوها ياك استاذ عز الدين. بطبيعه الحال بطبيعه الحال وهناك واحد النصيحه اخرى اشنو اللي كيخلي ان الناس تصدم في العلاقات ديالها هي اننا ما كنكونو كنتظروا الاخطاء من الناس. وهنا رساله اللي كنوجهها للمستمع الكريم فديروا في بالكم اننا كنتعاملوا مع بشر مع انسان والانسان فهو كيغلط. فالشخص اللي كيصدم في العلاقات ديالو وكيخلي راسو انه يبعد ف أنا ندير واحد المسافة ديال الأمان وأيضا أنني كنتسنى أي حاجة من أي واحد فمن كنحط هذا الاحتمال هذا صافي فما كنتصدمش وفكنتوقع أي حاجة من عند أي واحد واحد السطر رحمه. نعم
شكرا لك استاذ عز الدين البشراوي، نتلاقاو بك غدا بحول الله على نفس التوقيت طبعا وعلى نفس الاذاعه. وباش العشره الطوال تخص الكثير من الحب وتخص كذلك الكثير من التفاهم.